سجل كوستاريكا. لاحظ الكرة، لاحظ الكرة الملعوبة في الشراء. كرة بمحاولة ملعوبة رأسية، لا 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 يرمون المنديل ويعلمون تماما أن الوقت الإضافي هو لعبتهم لعبتهم لعبتهم. كرواتيا تعود ويحق لها أن تعود. هنا والتلقى قد يكون الثاني، قد يكون الثاني، قد يكون الثاني. رضيان، رضيان على رضا، رضيان على رضا، رضا على المنتخب الإيراني في هذه اللحظات. عدل وإنصاف للمنتخب الإيراني. خلاص يعني الضربة ايه؟ ضربة 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 اولى عن طريق اللاعب لقمة شيشني، وضربة ثانية في هذه اللقطة عن طريق اللاعب رامين رضيان. تلعب مرة ثانية كورة خطيرة للمنتخب الايراني. المنتخب الايراني، المنتخب الايراني هنا في هذه اللقطة يستحق الفوز ويستحق الانتصار، لان رجل الجشمي وجبة جشمي عملنا الوضع عند الكرة تاريخية، تاريخية في الوقت الخاطئ، في الوقت الخاطئ، في الوقت الخاطئ عملنا هنا في لحظة المباراة والفوز المستحق عن طريق رجبة، عن طريق رجبة. يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الدولي الثاني رجبة، عنده هدف في مباراة ودية في مباراة أوزبكستان 2018. لكن بص الكرة، بص الكرة بقى، وبص العرض، العدل هنا ينصف. غريزمان والثاني، هدف الثاني من الوحش. ماذا قلت لكم؟ مبابي يؤهل فرنسا رسميا للدوري الثاني، رسميا فرنسا للدوري الثاني. دوبلي كيليان، دوبلي الغول، دوبلي العفريت، دوبلي الوحش، دوبلي النجم، دوبلي ستار، دوبلي السوبر ستار عن طريق كومان، غريزمان إلى مبابي إلى الثاني الصعود الفرنسي. مين مغربية. لا 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 ل
في المونديال. على بكرة مرتدة الآن وصلت إلى سن، انطلاقة من سن وحيدا ما بين 5 6 7 لاعبين من المنتخب البرتغالي. سن الآن يبحث عن مساندة. مستحيل 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 مستحيل. أوهو. عندما تمتلك لاعب مثل سن لا تأمن الجنون، لا تأمن الانقلاب. سن وقف الكل، وقف الكل، وفي لحظة إدراك، في لحظة إدراك أعاد كوريا ووضعها في الدور القادم، وضعها في الدور القادم. وتظن أنك نجوت، ثم يهزمك سن بتمريرة، ثم يهزمك سن بتمريرة. مستحيل اللي سواه، مستحيل اللي سواه. تمريرة في غاية الروعة والجمال والإبداع عن طريق سون هيونغ مين، وضعت الكرة في المرمى وسجلت كوريا الجنوبية الهدف الثاني. هذه الكرة والمحاولة، وهنا المرتدة وصلت إلى سون. انطلق سون، وانظر وانظر، وكأن هذه تطارد فريستها.